باليوتيوب كانوا أطفال أو ناس بيلعبوا ليونة، فأنا حبيت أجرب هاي الموهبة وطلع عندي هاي الموهبة، وعدت أتمرن وأتمرن. بدأت ألعب أنا من مدة سنتين، وكنت بلعب عشان أنا بحب هاي الموهبة، وهدفي أصير نمبر واحد على كل العالم بالليونة، وأدخل مسابقات عالمية وأصير مشهورة. صعوبات يعني، بس نتخطاها دائما احنا يعني في التمارين، مع كثر التمارين هذا بصير الاشي سهل. وبالنسبه لنظرات الناس تكون شايفه انه هذا الاشي غريب عليها، يعني كيف وممكن انه يصير لك اشي، بس لا، هذا كله يعني ليونه في ظهر وفي شيء.